الأسعار نزلت في حدود 10-12%، وبعد التوقيع نزلت كمان 10-12%، يعني بنتكلم في حوالي 25% من كل عربية بقى. انا دايما ما بتكلمش الحقيقه بارقام، انا بتكلم بنسب، والنسب اللي انت الارقام اللي بتتكلمي عليها دي بتسري على بعض السيارات يعني. فهو الارقام يا منى عباره عن ان احنا بعد الاتفاق على الصفقه بتاعت راس الحكمه والاخبار الايجابيه والتفاؤل بدخول عمله صعبه مصر والكلام من ده، الاسعار نزلت في حدود 10-12%، وبعد التوقيع نزلت كمان 10-12%، يعني بنتكلم في حوالي 25%. لكن هو حصل موضوع تاني بعد طبعا التحرير بتاع الصرف، اما طلع من 31 لدلوقتي البنوك 48، واول ما طلعت كانت 50، فالجمارك والضرائب بتاعت العربيات زادت تاني، فاكلت جزء من التخفيض اللي نزل في حدود من 10-20% تاني. يعني في العربيات الاوروبي مثلا اللي هي معاها اتفاقيات تجاره خارجيه بالصفر جمارك والحاجات دي، زي الاوروبي والتركي والمغربي والكلام اللي فيه اتفاقيات، ده رجع تاني كل من ال 25% اللي نزلوا تقريبا حوالي نصهم من 10-12%. الارقام اللي نزلت دي نزلت لان كانت العمله طلعت لرقم عالي قوي، لكن دائما وابدا الارقام بتفضل بقى مستقره في الوقت ده. يعني مثلا انت بتتكلمي الدولار النهارده، الدولار اللي هو في البنك المركزي في حدود ال 47-48، لما يبقى ب 50 مفيش حاجه هتحصل، ولما يبقى 45 برضه مفيش حاجه هتحصل قوي. يعني هو اللي بيأثر قوي الطفره لفوق او لتحت. يعني مثلا لو الدولار راح ل 40 جنيه يبقى في كلام تاني، لو رجع تاني لا قدر الله راح ل 55 يبقى برضه في كلام تاني.